وهل ورد شيء في صيام عشر ذي الحجة؟ فلو صامها الإنسان من أولها إلى آخرها هل في ذلك بأس؟ وهل صامها أحد من السلف؟ نعم، هذا في حديث أسماء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها، هي العشر المعلومات، هي العشر المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، فصيامها سنة، صيام العشر سنة، عشر ذي الحجة. نعم.